أذهب الآن مباشرة إلى الدكتورة لمياء إبراهيم الاستشارية في طب الأسرة. أهلا وسهلا بك دكتورة لمياء. سمعت إجابة الدكتور عبد الله هنا في الاستوديو بالحديث عن الأنظمة العالمية الهشة التي اكتشفناها في جائحة كورونا. السؤال الآن، هل يوجد هناك نظام عالمي معتمد، استراتيجية معتمدة متبعة لمكافحة الجوائح ما قبل كورونا؟ الله يسلمك. أول شيء تحية لك وللضيف في ولجميع المشاهدين. إضافة لذلك أنا مش معاكم كطبيبة أسرة، أنا أصلا مستشار في التخطيط وعندي أيضا ماجستير في إدارة الأنظمة الصحية، فهذه نعم. المواضيع بالنسبة للأوبئة موضوع تخصصي يعني نعم. أساسا قبل ما نتكلم فيه. بالنسبة إلى الأنظمة، عندنا أصلا منظمة الصحة العالمية لديها دليل إلى الأوبئة وفرض وتفرضه على الدول، جميع الدول الموقعة على هذا، تقريبا الموجود الدليل من عام 2005، وفي في اشتراطات معينة التزمت فيها المملكة العربية السعودية، كما يعني كانت القمة العشرين وسيلة لتفعيل هذه الاشتراطات إضافة إلى أمور أخرى. بداية قبل ما نتكلم عن الجوائح أو نتكلم عن الأوبئة، فالمملكة العربية السعودية عندها خبرات متراكمة في طب الحشود وإدارة الأزمات والكوارث الطبية، وتجاربها في التعامل مع الأوبئة، وصنفت الأولى عربيا و47 عالميا في القدرة على مواجهة الأوبئة. هذا كان من تقريبا من سنتين في الحدود، يعني كانت هي عندها هذه الخبرة واستثمرت خبرتها هذه أيضا في تعاملها مع جائحة كورونا كوفيد 19. عندنا احنا تحديات موجودة في قمة العشرين تجاوزتها المملكة العربية السعودية، من ضمنها حتى الاجتماعات، يعني تمت أكثر من 100 اجتماع افتراضيا بخلاف القمة القيادية التي يعني ترأسها خادم الحرمين الشريفين في شهر مارس، وركزت على ثلاث محاور. المحور اللي أنا حتكلم عنه أكثر اللي هو عن تمكين الإنسان وتمكين الإنسان، كانت من جانب الصحة التحديات اللي عندنا أن الجانب الصحي يشكل تقريبا 11% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى الوظائف، يعني هو ايضا ميزه منه انه يولد وظائف وخصوصا الى النساء، فهذا ايضا عامل مهم وايضا من المؤشرات المهمه. طيب دكتوره لمياء.